صار لي هون سنة وثلاث شهور. كنت اشتغل بالاشياء القديمة الانتيكة الاثريات يعني، كاميرات، طوابع بريدية، ساعات قديمة، شغلة كلها قديمة من بيع. وكان في ليرات، كان في مصاري. الشغل بجيب مصاري. أنا قاعد بلا شغل يعني ما في مصاري. وين بدي روح؟ وين بدي روح؟ بنصب؟ بعمل مشلع؟ لا، بنام تحت الجسر. ما في حمام. أربع شهور بالشتوية، أربع شهور بلا حمام. أصعب شيء إنه ما تلاقي حدا حدك. لوحدك بتجدنا. بدي أقضي نهاري حتى ضل عايش. حلمي يكون عندي باب سكره ونام وراه. وسقف فوق منه. سقف سقف. حلم. أنا عايش مع أمي وأبي وأخويتي وصهري وأختي المجوزة. أما تتركت المدرسة أنا رحت ضيري على المصلحة على الشغل. أنا بقبض بالجمعة 75,000. بعطيها أنا لأمي 30-35. شوف شو بدهم أخويتي، بعطيهم خارجية وبخلي معي مصوري. أنا الأحد بصرف، بشرب عصير، بتروق. أبي مستأجر سيارة ب30,000 يومية، ليطلع لأهله بيطلع له 25,000 30,000 35. مثل هلا إذا ما إجا لهلا على البيت عشان يعطيها مصاري تعمل أكل. تليفوني بعته أنا، بعته 500,000. حطيت عقول أبي، كان متضايق كثير. مثل أنا لازم أكون بالمدرسة، عم بتعلم. ما بكون عم بدفع مصوري، بكون عم باخذ مصوري من اهلي خارجية، ما انا بعطيهم. انا بحلم يكون عندي تليفون، بحلم يكون عندي سيارة، وتياب مرتبة وهيك. Deux. عندي ثلاث اولاد، توينز، بنت وصبي، وعندي بنوته. وانا كفيفه، وكان عمري 11 سنه لما صرت كفيفه. الحياه كانت قبل احلى بكثير من هلا. أكل مظبوط للأولاد ما فيك تشتري، حتى الثياب ما فيك تشتري لأنه اللي كانت ب10 صارت ب40. يعني حتى الفواكه والخضرة سعره النار، مع أنه من بلدنا، من هون، من أرضنا. في عنا الرعية بتساعد بحبوب غذائية، في عنا ست بتساعدني بالشهر. يعني عايشين صرنا بالشحادة بلبنان. بخاف إني بكره ما أقدر طعمي أولادي.
كلهم يقولوا لي لديك حلوين بس انا ما بقشعهم. هذا كثير صعب يعني، ما في شيء بيعيني ابدا ابدا ابدا، بس بيعيني اني ما بشوفهم، لشفت لمحيتهم بس. أنا أم لثلاث شباب، تيتا لعشر أحفاد، حالياً صلح ألبسة، كان عندي محل ألبسة وتصليح، كسرنا من 3 سنين سكرت المحل، وهلأ حطيت مكاناتي وبشتغل بالبيت وصلح. كنت أشتغل بالشهر 700-800 ألف 600 ألف، الشهر الماضي أنا شغلي 171 ألف، هاي الشهر ما في 100 ألف. أنا أجا أدفع موتور وكهرباء الدولة والأجار عم بتدين، أنا علي 3,200,000 بس أجار بتدين لأدفع الأجار حتى ما يزتنا برا الظلم. امبارح كنت عاملة يخنة بطاطا ورز، بعد عندي لليوم كفي الحمد لله. ما في شي بيدوم، ما في شدة بتدوم. أنا دخيل اسمه ربنا بده يفرجها، أيمتى ما بنعرف. أنا عندي تليفون، يعني بدرس على التليفون، بس الراوتر عنا شالته تيتا لأنه ما قدرت بقى تدفع، وفوق هيك احترق، هلأ سعره غالي ما بنقدر نجيب. فالصبح عم بطلع أدرس عند خالتي. أمي تركتني أنا وصغيرة، وبيي كمان، وبيي بيجي لعندي بس اخر فترة اجا فيها، اجا عطاني مصاري ورجع بده ياخدهم مني، قلت له انا ما معي رد لك ياهم. تيتا ربتني من انا وصغيرة، كانت بتروح بتنم تنكتة تقدر تطعميني وهيك. تيتا بتعاني من وجع اجرين وايدها وهلا رقبتها. حلمي اقدر اعيش تيتا هيك مثل ما هي يعني بدها، اقدر اخذها كل فترة عند الحكيم تعمل فحوصات، واقدر اجيب لها الدواء بس يخلص.